جدد الترحيب بحضراتكم مره تانية، ولسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثه، ولكن في هذه الفقره ضيف وضيف حضراتكم واحد من المدربين المتميزين جدا جدا. الحقيقه انه كابتن مجدي عبد العاطي مش فكره انه بيقدم نفسه كل موسم بشكل مختلف، وانما هي دايما لازم يكون في عناصر متكامله متضافره عشان يبقى في شغل ناجح. بمعنى انه مش بس يكفي انك تكون مدير فني متميز، لازم عشان تبقى مدير فني متميز يبقى معاك اداره تعرف تسندك صح، والسنده بتجيش وقت المكسب. وقت المكسب الناس كلها فرحانه والاعلام تمام والناس تمام وانا تمام والامور كويسه، لكن هي السنده الحقيقيه وقت لما يكون الامور مش ماشيه صح. هنا 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 بتقول في اداره، وهنا تقول انه في مدرب مثابر، وهنا تقول انه في لعيبه رجاله عندهم محتاجين ينسجموا. عشان كده انا عجبني جدا جدا هذا القدر الكبير من الثبات والتحول الى الافضل اللي حصل مع فاركو مع بدايه الموسم. الامور ما كانتش كويسه، النتائج ما كانتش كويسه، الناس بدات تتكلم، بس في اداره عندها ثبات وعندها هدوء، وفي مدرب عنده دماغ وشغال على نفسه من سنين طويله، وكان بس القصه كلها بالنسبه له انه محتاج اداره على هذا القدر من الوعي، لانه عنده يعني خجل دائما وابدا من فكره ارفع الحرج عن الناس. فلا، هو دايما الواحد لما بيلاقي الناس في ظهره تثبته يعرف يعمل حاجه كويسه. النهارده ده حوار مهم جدا مع كابتن مجدي عبد العاطي. كابتن مجدي مساء الورد. اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله بخير. كله تمام؟ الحمد لله والله. تعال نشوف تقرير ومن بعد تقرير نخش على التفاصيل. طبعا. يلا بينا. عايز ابتدي معاك القصه من البدايه، من فكره الصعود مع فاركو الى الوصول الى الدوري الممتاز. كانت ماشيه ازاي الامور من اول ما قالوا خلاص، او اول ما صعد فاركو مع كابتن مجدي عبد العاطي؟ يعني السنه اللي فاتت الاول كانت سنه صعبه جدا جدا، مرينا بظروف صعبه جدا اب داون طول الوقت لحد ما وصلنا لافضل تشكيله اللي وصلتنا ان احنا نعمل ريكورد بسلسلتها يعني فوز متتالي، ووصلنا الحمد لله بمنافسه كبيره جدا مع الحرس ان احنا نصعد. والله بعد الصعود بيوم اخر مباراه في الدوري كانت يوم 2/7، مش هنسى التواريخ دي يعني. 3/7 كنت انا وجون قاعدين، جون المشرف على الكره في نادي فاركو، قاعدين وبنرتب للفرقه بتاعت السنه دي الموسم الجديد. خدنا وقت طويل جدا، وطبعا انت عارف فرقه صاعده فبيبقى عندك اكتر من مكان عايز تدعمه. النادي الحمد لله نادي فيه امكانيات. اولا معلش خليني بس اسالك، ايه اللي خلاك تثق قوي في قدرات فاركو؟ لان انت كمدير فني مثلا ما تيجي تسالني مثلا تقول ابراهيم تقييمك للكابتن مجدي عبد الله، يقول لك اصبح مديرا فنيا لانديه في الدوري الممتاز، وفكره ان هو ينزل للقسم الثاني فيها مخاطره كبيره جدا جدا على اسمه. مش مخاطره عشان انت بتعمل حاجه غلط، هي مخاطره لان الحسابات عندنا غلط. احنا يعني عندنا اللي بينزل تحت ما يطلعش تاني ويتصنف التصنيفه دي ودي فيها خطوره بالغه يعني. وانا كنت رايح لده يعني، انا كنت ابتدت الناس تصنفني ان مجدي عبد العاطي مدرب صعود، مدرب صعود، فانا كنت خايف جدا وقلقان جدا من النقطه دي، لدرجه ان انا كنت واخد قرار يعني الموضوع منتهي لو انا ما كملتش مع فاركو مش هشتغل ممتاز بيه تاني. انا اللي شفته يعني كان صعب جدا جدا. طب انا مش هاخد بقى الفرقه كلها اقعد اطلعها لا في الاخر مش شغال بطلعات انا يا جماعه. لكن الحقيقه الكلام اللي كان يعني اللي كنت بسمعه عن اداره فاركو والنادي والاستقرار اللي فيه، وعلاقتي كمان بجون ادوارد اللي هو المشرف على الكره في نادي فاركو، كان لها برضو عامل في ان انا في التقريب وجهات النظر في ان انا اشتغل ممتاز بيه تاني. الحمد لله ربنا وفقنا جدا في القرار، وقدرنا نعمل انجاز يعني لنادي فاركو لاول مره في تاريخه. وبعد كده انتقلنا بقى للمرحله الاصعب ان انت تكون فرقه يعني. بحقيقه فعلا احنا تعبنا جدا 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 في الفتره دي. والله جون المشرف على الكوره ده كنت بتشتغله من انهي حته؟ اصل خد بالك فرقه تكوين يعني فكره تكوين فرقه كوره دي فيها مخاطره كبيره وفيها صعوبه كبيره. ابتديت منين يعني؟ مركز من 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 رصاصات الحربه، ولا بادئ من حراسه المرمى؟ فكرتها ازاي؟ يعني انا الحمد لله مريت بالتجربه دي في اسوان. أيوة. وجون مر بالتجربه دي اكتر من مره. الحاجه اللي فرقت معانا جدا ان احنا سبقنا بخطوه عن كل الناس. يعني احنا تاني يوم ما صعدنا ابتدينا نبص على اللعيبه، على مش على اللعيبه، ابتدينا نبص على جون كان عامل يعني زي تحليل جدول كده
اولا عارف اللعيبه الفري، عارف اشتغلنا على لعيبه الفري الاول، لانه اصلا جون ادوارد اصلا هو في الاصل ايجنت شاطر بالظبط، فالدنيا عنده، هو باصص كويس، عنده فيجن كويس، يعني عنده فيجن هنا في مصر وبره مصر واللعيبه الافارقه، فابتدى ياخد ناخد خطوات الاول في اللعيبه الفري، ابتدينا نتكلم مع اللعيبه المرتبطه بانديه، يعني هو انا بحط الجون مثلا انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، بنشوف مين فيهم الفري اللي نبتدي نخلصه قبل ما الناس كلها تبتدي، لان الدوري كان لسه شغال. ايوه فنبتدي يخطف ويجري بالظبط، لسه مش حاسه يعني لسه البنك الاهلي بيلعب في الدوري، فالبنك الاهلي لما الدوري يخلص هيلف ياخد سيراميكا، الدوري لسه شغال، لما الدوري يخلص هيبقى في سباق. احنا كل ما كانش ولا على البال ولا على الخاطر ان هو يبقى فيوتشر، بس دخل السبق، بس فيوتشر دخل متاخر، يعني دخل الحمد متأخر لله احنا دخل بعديه. لو وصلنا في النهايه ان احنا كنا داخلين واحنا فيوتشر رجل برجل، كان الموضوع يبقى صعب. فده النقطه فادتنا بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت الاحتياجات بتاعتنا والبلان اللي احنا كنا حاطينه كانت وجهات النظر متقاربه جدا ما بيني وما بين جون وما بين مستر عز برضه رئيس النادي، انه بيفهم كوره برضه كويس جدا وعارف اللعيبه كويس قوي في الدرجه الثالثه والرابعه حتى كمان، يعني والله يعني ملم جدا بيفرق جدا بيفهم كوره يعني. فده فرق معانا كتير جدا في بدايه. بعدين برضو لما انت مثلا بتيجي تعمل قناه جديده وتروح جايب نجم، فبيجي بعديه ناس كتير على حس ده، بيتسهل. فاول صفقه كانت بالنسبه لنا عمرو جمال، خلصت عمرو اسم كبير وعامل موسم اللي فات كان حلو قوي هاي. بصراحه يعني لدرجه ناس رشحته بشكل كبير يرجع الاهلي تاني، دي حقيقه. وبعد ما مضى معانا كان في كلام حصل وبتاع، بس هو كان خلاص خد ايه، كان كلام على فين؟ النادي الاهلي، على الاهلي يعني موسيماني، لانه برضه موسيماني شافه في لما كان بيلعب في جنوب افريقيا. ايوه فكان في كلام كده، فالحمد لله احنا كنا خلصنا المواضيع كلها وكانت الموضوع يعني انتهت. بعدها عبد الله بكري كان فري، بعدها محمود حماده خلصناه من بيراميدز، بعدها رامي صبري. كل دي اسماء تبني لك تيم، لمت ومودي كمان مودي واحد من كباتن الفرقه وعامل موسم هايل معانا. كل العناصر الفريد يا ابراهيم فرقت معانا جدا في ان انت بعد كده تبتدي تشكل بقى الاماكن اللي انت عايزها بشكل كويس، وتبتدي تبني على النجوم اللي انت جبتها دي فرقه كويسه. الحمد لله بالرغم من البدايات اللي كانت صعبه بالنسبه لنا، والكلام اللي كان بيتقال على الفرقه وبيتقال علينا وكل الحاجات، يعني بمجرد ما المسار بس اتعدل شويه، لسه المسار ما اتصححش، لكن لما اتعدل شويه الدفه اتعدلت، الناس ابتدت تشوف الفرقه بشكل غير، ابتدت تتكلم على الفرقه بطريقه غير. طيب انا خليني يعني اخدها معاك يعني واحده واحده. التكوينه بتاعت الفريق خلاص اتكونت، وانت داخل على بطوله الدوري بيبقى ليك توقعات بقى معينه في الخصوم، في قرايتك للخصوم وفرؤيتك للتيم بتاعك، ولا انت بتبقى هتقول انا خلاص انا جبت التجميعه دي، انا هلعب بطريقه اللعب الفلانيه، هي دي اللي هتبقى مناسبه بالنسبه لي وهو ده الشكل اللي انا هعمل بيه؟ لا يعني انا بديت فتره الاعداد، وحتى من اول يوم، من اول تجميع لعيبه، وحتى كمان العناصر اللي مستمره معانا من الموسم الماضي، جربت ثلاث طرق لعب في طول فتره الاعداد. ثلاث طرق ثلاث طرق لعب اللي انا بفضلهم يعني، ولعبنا ماتشات وديه بيهم. بدات الدوري بالطريقه اللي انا اشتغلت بيها الموسم اللي فات وفتره الاعداد السنه دي. بعد ماتش فيوتشر حسيت ان هي مش ملائمه لامكانيات اللعيبه او فيها عوار شويه، فابتديت اعدل طريقه اللعب واشتغلنا فيها. ما كبرتش؟ ها لا لا خالص، مش انا اللي حطيت انا اللي حطيت الفرقه وانا اللي حطيت الخطه، مش انا لا مفيش. ها لا مفيش، اصل انت هتكبر على نفسك هيجي على دماغك انت. فعدلنا طريقه اللعب ولعبنا بيها ماتش بيراميدز، وبرغم ان احنا خسرنا بس شكلكم احسن كتير. جدا جدا عملنا مباراه يعني من اكتر المباريات اللي انا يعني مش عايز اقول زعلت عليها، بس انا كنت سعيد جدا جدا بالاداء، ان انا بلاعب تيم كبير زي بيراميدز ومدرب كبير زي كابتن ايهاب، ونبقى شغالين بالشكل ده ولينا فرص وجايبين جول الشوط الاولاني واتلغى. وليك متعه برضو ان الادمغه تلعب بعضيها يعني، طبعا يبقى في شغل مدربين باين في الملعب. لا انا بحب جدا لعب كابتن ايهاب، يعني في اسوان كان ماسك هو المصري، تعادلنا 2-2، كان ماتش جامد جدا. انت هو غير التخيره دي انت تقفلها له كده؟ لا هو طبعا مدرب كبير والواحد فعلا بحقيقه مش كلام، انا بتعلم منه. لكن حتى الماتشات الوديه دايما لما بيبقى في فتره توقف دايما بروح ان انا لاعب كابتن ايهاب، لان بس بستفاد والجيم بيبقى حلو يعني. بعدها ماتش الجونه برضو خسرنا بشكل صعب جدا. دي بقى دي اللي كانت هزيمه صعبه يعني. دي كانت هزيمه صعبه لانه الجونه مش في افضل حالاته خالص الموسم ده. ده حقيقه. مش رضا عامل تيم كويس جدا، ورضا مدرب كويس جدا،
بس انا كان عندي مشكله في الماتش ده، كنت عايز اكسر سلسله الهزايم دي بمكسب، ما رحتش للجيم خالص ان انا ممكن اتعادل، انا رايح عشان اكسب بس. ضيعت فرصتين، فرقتين متكوين بالظبط، متكونين بشكل كويس، لكن المباراه ما كانتش بالشكل الاحسن مننا احنا الاثنين يعني. لكن هو فيوتشر قدر بالفروق الفرديه ان هو يخطف الجيم، لكن اول مباراه دايما حتى برضو زي ما انت بتقول لسه المكنه بتبقى عايزه تدور يعني. يعني وقت مباراه يعني برضو الكلام ده يعني هنتكلم عليه، مباراه لبنان غير مباراه السودان بالنسبه للمنتخب. صح، هو كده دايما تكوين الفريق، لان برضو المنتخب يعتبر متكون جديد، عناصر كتير جديده. نفس الفكره بالنسبه لي، انا عندي حوالي 23 24 لعيب جداد، فلما يدخل منهم بيبقى عندك مثلا اول مباراه في الدوري انت عندك 11 لعيب وعندك مثلا 8 لعيبه بره، فيهم اربعه كمان جداد، يعني انت عندك خمسه بس من الموسم اللي فات. لا دي محتاجه وقت كتير جدا عشان اللعيبه دي تتمرس وتتمرن وتفهم وتحفظ فيهم عشان تقدر. لكن هم بدنيا لا كفة. الحمد لله، لا الحمد لله، لا أنا احنا معانا معايا الدكتور احمد حيدر معد مدني هايل. تشوف الكلام ده اتغير خالص في مباراه المقصه، اتطرد مننا محمود عماد في الشوط الاولاني، الشوط الثاني كنا افضل وجبنا جول ومال الملعب عندك عندك انتشار صح في الملعب الحمد لله. ماتش بيراميدز هو كان عندي انا كان عندي مشكله، ودي الحمد لله اشتغلنا عليها واتكلمنا فيها مع اللعيبه، كانت مشكله ذهنيه ان اللعيبه بمجرد ان هي ما بيدخل فيها جون بتبتدي تتوتر وتبتدي تخرج بره التركيز وتبتدي تخرج بره الكلام اللي احنا قايلينه، فبيبان الهبوط الفني ويبان الهبوط البدني على على اللعيبه، لكن ما كان بعيد جدا عن ان يبقى فيه يعني مشاكل بدنيه. بالظبط. طيب خليني اسالك بقى، الثلاث هزايم دولت بيدوا انطباع دايما سلبي، الناس مش كلها بتتفرج على ماتشات يا كابتن مجدي، ودي ازمه كبيره جدا في التحليل وفي التعليق واللقطه كمان. يعني النهارده انا شايف مثلا تيم كذا عمل ماتش قدام الاهلي، الفرقه دي كويسه جدا، الماتش اللي بعديه يخسر مثلا من اي فرقه في من تحت، أي تيم قليل تاني تحت، ده فرقه وحشه. احنا برضو عندنا مشكله الجمهور شويه في اللقطه بس، لكن بالزبط. مش شايفين الفرقه معموله ازاي، مش شايفين الفرقه متكونه ازاي، مش شايفين الفرقه ادائها من ماتش لماتش بيتغير ازاي. ده يبقى ياثر عليك نفسيا يعني بعد ثلاث ماتشات، من الناس بقى تتكلم ايه ده وازاي وفاركو ثلاث ماتشات وازاي وخسائر والفرقه ديت ومصروف عليها كتير والفرقه دي. انا بص انا عندي مشكله ان انا بتابع كل اللي بيتقال على الفرقه، حتى بتابع حتى كل اللي بيتقال عليا، ما باخدوش فيها حاجات كتير، ما باخدهاش محمل الجد، لكن بالتاكيد اي يعني تفصيله صغيره ممكن تفيدني بشتغل عليها، وما عنديش مشكله خالص ان انا اصححها او اعالجها يعني. لكن مش كل التعليقات بتبقى سلبيه ومش كل التعليقات بتبقى ايجابيه. في اوقات كتير جدا الناس بتبص يعني، في ناس بتحلل حتى على السوشيال ميديا، بتحلل بشكل واقعي جدا وبشكل موضوعي جدا، الواحد بيتعلم برضو منهم. لكن فكره ان يبقى المهاجمه للمهاجمه وخلاص، مهاجمه لان هو حتى ما شافكش، مهاجمه ان هو شافك 45 دقيقه انت وحش فيهم، هي دي اللي بتاثر الساعات على مش كل الناس زيك، ومش كل الناس بتقدر يعني تقايم صح. لا تاخد الكلام السلبي ده بشكل بسيط يعني، عندك لعيبه وعندك ممكن ادارات في انديه بتستجيب للضغوط دي، بتتهز بس هي دي الفكره يعني. طيب فكرت في ايه بقى يعني فكرت في ايه فنيا الاول؟ ثلاث هزايم عايز تعمل ايه؟ تعدل ازاي؟ تفكر ازاي؟ هتعمل ايه؟ انا كان عندي توفيق من ربنا اولا في ان بعد الثلاث هزايم دول كان في وقف، وكان في هزه، كان في هزه جوه الفرقه، ازاي قدرنا نخرج اللعيبه من ده بجلسات وبقعدات مع اللعيبه كلها، وكان في يعني حوار رايح جاي دايما بيني وبين اللعيبه، وكان في شد وجذب في الحوار ان انا نقدر نخرج من الازمه النفسيه دي. هي مش فنيه، احنا الثلاث مباريات اللي احنا خسرتهم دايما، وانا بقول دايما بعد كل مباراه ما كناش نستحق ان احنا نخسرهم، لكن حصل، ففي اخطاء لازم تتعالج، في ايجابيات لازم نشتغل عليها ولازم نزودها، في روح كانت غايبه، روح المكسب كانت غايبه في ثلاث مباريات. انت بنأدي كابتن مجدي، وانت يعني كنت نجم كبير في ام بي قبل ما تبقى مدير فني متميز كمان، بمجرد ما ثقه المكسب بتخش اوضه اللبس كل حاجه بتتغير. اللعيب تلاقي وشه مفرود، والعلاقه ما بينهم وبين بعض تلاقيها كويسه، وهم ثابتين ومش مهزوزين ومش قلقانين، ومش داخلين في ماتشات يدخلوا فيها، يدخلوا ماتشات هم خسرانين اصلا. يعني هو احساسه انا مش هقدر اعمل كده،
بس فكره انه المكسب يخش اوضه اللبس بدري بيفرق جدا جدا. بس انا بقى كنت يعني مش عايز اقول عكس الناس، بس انا كنت دايما في الفترات السلبيه دي كنت بجيب الحاجات الايجابيه وبتفرج عليها وبفرجها برضو على اللعيب في الماتشات اللي احنا كنا بنكسبها. كنت دايما بتكلم مع اللعيبه ان احنا لسه ما عملناش حاجه ولسه المشوار طويل جدا، وكنت دايما بشوف الاخطاء واتكلم عليها، لان دايما في المكسب يا ابراهيم الاخطاء دي بتختفي. أيوة. وكل حاجه بتروح زي ما انت بتقول، وكل حاجه بتبقى بس هي الصوره الواضحه لا. المكسب والسعاده والفرحه لا، في الوقت ده اللي لازم نقف فيه ولازم نصحح الاخطاء ولازم نبص احنا في ايه تاني ممكن نعمله عشان نزود عليها، عشان ما نرجعش خطوه لورا. الخطوات اللي احنا بناخدها لقدام نزود عليها، ما قدرناش نزود نبقى حتى على الاقل في مكاننا، لكن ما نرجعش خطوات لورا. لكن المكسب حقيقي فعلا جوه اوضه اللبس بيفرق كتير جدا في علاقتك مع اللعيبه، في علاقتك مع الاداره، في علاقتك مع الاعلام، كل دي امور. والثقه كمان اللي بتيجي للجهاز وبتيجي لمجلس الاداره وبتيجي للعيبه، كل دي نتاج المكاسب اللي بتحصل يعني. طيب قدمت سالتك فعلا؟ قدمت سالتك بعد المباراه بعد مباراه الجونه. الوضع كان، انا كنت شايف الوضع صعب جدا في فكره ايه ان التوفيق. ما صعبش عليك ان انت صاعد بالفرقه من الدوري الممتاز به، وبعدين شقيان فيها، وبعدين انت واثق من نفسك وعارف انه التيم كويس واللعيبه كويسه، ما صعبش عليك ان انت تقدم استقالتك وبعدين يعني كل يوم تقعد تعمل فرقه وتتعب فيها وتمشي بعد 3 ماتشات. بص اقول لك برضك على حاجه ممكن محدش يعرفها دي خالص. احنا خلصنا مباراه الجونه الساعه 7، كان اخر طياره الساعه 8، فما عرفناش ناخد طيران، فبقيتنا يوم في الجونه. انا ما قدرتش، انا خدت عربيه من الاستاد وجيت على القاهره. كان بجد؟ والله ما يعني حتى قعدت مع مستر عز ومستر جون وكلمتهم، قلت لهم انا شايف ان الموضوع يعني صعب بالنسبه لي والتوفيق غايب عني وكده، فانا برفع عنكم الحرج والموضوع بالنسبه لي مش بدري قوي يا كابتن. مستعجل قوي بدري مستعجل على نفسك، غريبه جدا. يعني انا اعرف مثلا ايه يعني كلامك بصراحه، يعني المدير الفني بعد ماتش او ماتشين او ثلاثه يحس ان الاداره بتتكلم، ما دي بتحصل كتير يعني. الاداره بتتكلم مع مدير فني واثنين وثلاثه وبتاع، الحاجات دي ما بتستخباش، هو بس بيترفع سماعه التليفون على مدير فني ثاني فبيعرف، فتلاقي المديرين الفنيين سامعين ان هم بيتكلموا وقاعد تمام. انت ما فيش حد بيقول اي حاجه وانت اللي عايز تمشي، وعندك اداره ما شاء الله ناس كويسه يعني جدا جدا. فبقول لك انا اخذت عربيه ورجعت على القاهره، بس طول الطريق يعني فعلا يعني عمال افكر، طب التعب الواحد تعبه، طب الفرقه مش وحشه، طب انا مستعجل، طب يعني اخذت حوار مع نفسي 4 5 ساعات من الطريق من الجونه للقاهره. والله مش عايز اقول لك انا يعني كنت في دنيا ثانيه. والجهاز يكلمني يطمن عليا في الطريق، صاروخ وعمر. ماشي بالليل اصلا كمان، الطريق صعب بالليل قوي. يعني على ما وصلت القاهره ابتديت اهدى شويه، وابتديت برضو انت دايما كل واحد فينا عنده واحد بيرجع له او اتنين بيبقوا تفكيرهم يعني قريب من تفكيرك. الحقيقه عندي اخويا الكبير مصطفى عايش في الامارات، اتكلمت معاه، وبرضه ناس من القريبين مني في مجال الكوره، هو نفس الكلام اللي انت بتقوله. وحرام عليك والفرقه وانت تعبت فيها والموضوع لسه بدري، وصدقني الفرقه شكلها كويس، برضه اداك نوع من محتاج حد يبص من بره، دي حقيقة. حد يديله يبقى شايف الموضوع من بره اكتر. انت بتبقى مشاكل الفرقه ومشاكل التكتيك ومشاكل والاخطاء الدفاعيه وي وي وي، وبرضه انت هنا في واحد بقى من بره شايف اكتر. فالحقيقه لما خدت راي الناس، وبرضه انا لما قدمت برضه الحقيقه يعني حق يقال يعني مستر عز ومستر جون لما بلغتهم رساله مفيش اي حاجه يعني، ولا كانك قلت حاجه خالص. سيبوه هو متضايق دلوقتي. هو فعلا هو قال لي كده مستر عز، قال لي بس انت روح وان شاء الله كده تهدى ونقعد ونتكلم والموضوع يبقى افضل وبتاع. بس يوم كنا واخدين اجازه يومين محدش بيرد عليا، محدش قال لي حاجه، ما فيش. فكلمت الحقيقه كلمت جون، انت ما تكلمنيش ليه؟ ما ردتش عليا. قال لي كلامك في ايه؟ قلت له يعني ما الكلام اللي انا قلته. قال لي كلام ايه؟ قلت له الاستقاله اللي انا. قال لي استقاله ايه يا كابتن؟ موضوع انسى المواضيع دي، مفيش الكلام ده، مفيش بالكلام ده. انا قافل تليفوني بقالي يومين، مصر كلها كلمت عشان مدربين، احنا ما بنغيرش. انت راجل، انت قال لك كده فعلا؟ مصر كلها كلمت عشان مدربين؟ لا دي حقيقه يعني. ده شخص محترم جدا، ده شخص محترم.
بص رازي كلمته قال لي شوف تظبطوا الامور انت وجون وشوف الدنيا ودي فرقتك وانت تعبت فيها واتكلمنا بقى في الفتره اللي فاتت وثلاث ماتشات والاخطاء ونصحح وبعدين اشتغلت بقى فتره الطقس. عملت جلسه بقى مع اللعيبه، كانت جلسه صعبه شويه طبعا، طلعت كل النيرف اللي عندي وكل الحاجات وعملت برضو شويه عقوبات وحاجات، وبعدين قعدنا بقى بعدها جلسه تانية وثالثه. الحقيقه الجلستين دول كانوا من فروه من لا كان يعني افضل حاجه حصلت في الفتره اللي فاتت، افضل من التدريب نفسه، لدرجه ان احنا انا كان تمرين مثلا، انا بجمع اللعيبه قبل التمرين مثلا بساعتين ثلاثه، قعدنا لحد ما وقت التمرين عدى. يعني احنا بنبدا مثلا سايب نتجمع الساعه 3 بنبدا الساعه 5، قعدنا لحد الساعه 6. بتكلم ولا بتكلم بنتكلم بس ولا بتكلم تسيبهم يتكلموا؟ لا لا باخد ودي معاهم، وبسمع رايهم وايه اللي بيحصل لنا وده من ايه واحنا مقصرين في ايه، احنا كجهاز مقصرين في ايه، انتوا كلاعيبه مقصرين في ايه. والاحقيقه قعده كانت يعني مفيده بشكل كبير جدا جدا، ورامي ومودي وعمرو وعبد الله بكري ومحمود سيد كل اللعيبه الجديده والقديمه. ما زعلتش من رامي صبري عشان الكره بتاعت بنينكا ضربه الجزاء؟ لا انا يعني مش عايز اقول ما وقعتش عليه عقوبه، بس انا بعته شويه من ضربات الجزاء. بس هو رامي لعيب كبير ويعني قعد 10 سنين، انا بتكلم قعد 10 سنين في امبي، ورامي برضو طالع معانا وهو امباوي زيك. ها امباوي زيك؟ لا طالع معانا كده يعني احنا مربينه وعارفينه، يعني قعد 10 سنين في امبي ما ضيعش ضربه جزاء. فلما مش هيضيع، لما ضيع ضربه جزاء اولا هو قاصد يضيعها ولا قاصد يخسرنا، وراجل كابتن فرقه وشايل مسؤوليه معانا. ده بس اللي زعلني منه ان الوقت وقت صعب. وقت صعب، يعني احنا عايزين، ما عندناش رفاهيه الوقت، ما عندناش رفاهيه النتائج في ان احنا نعمل ده، وتحمله هو المسؤوليه كان لازم يبقى اكبر من كده. اتكلمت معاه حتى هو رامي جالي تاني يوم قال لي يا كابتن العقوبه اللي انت شايفها وقع عليك. ده رامي كان لعيب متربي. جدا يعني متربي جدا يعني، لا شخصيه يعني جميله وما وقعتش عليه حاجه، ولا قلت له بس تريح شويه كده من الضربات لحد ما ترجع تاني. سيبك من بنينكا وترجع لنا بالف سلامه ان شاء الله باذن الله. القعده كانت يعني مفيده جدا جدا جدا. ومن بعدها ثلاث مكاسب. بعدين ان نعمل مباراه المقاصه دي، فرقه مقاصه على فكره فرقه محترمه جدا. محترمه جدا والله، كابتن تامر مصطفى عامل شغل كويس، مدرب كويس جدا. هنعمل مباراه زي دي ويطرد مننا كمان محمود عماد في الدقيقه 41 ولا من الشوط الاولاني، ونكمل الشوط الثاني. بس اصرار اللعيبه اللي انا كنت بتكلم عليه معاهم دايما، ان اصرار المكسب ما كانش عندنا في الثلاث ماتشات. احنا كنا بنلعب المباراه سيناريوهات المباراه زي ما تاخدنا وتودينا، احنا لازم تبقى انت نازل بسيناريو واثنين وثلاثه وتنفذه، وانت اللي تنفذه شخصيتك، لان احنا كمان عندنا اللعيبه اللي تقدر تفرض ده. اصرار اللعيبه في ماتش المقصه كان عالي جدا جدا جدا. كان في موقف حصل ما بينه وبين عمرو جمال في مباراه الجونه، وكان ممكن يستبعد عن الفرقه، وحصل ان شد جامد. قعدت معاه واتكلمت مع عمرو، انا بحبه جدا على المستوى الشخصي ولاعيب كبير يعني. قعدت معاه واتكلمت معاه، مردود القعده ظهر في مباراه المقص. حتى هو بعد ما جاب الجول جري عليا بعد الجول، لان انا طول الوقت عمرو عارف هو عمرو بيحتاج حد يطبطب عليه. لا لا هو شخصيه طول الوقت كويس، بس شخصية جميلة. تاخد بقى منه اي حاجه انت عايزها بعد كده. دي حقيقه. مباراه المقص ادى مباراه كبيره جدا، مباراه سيراميكا موت نفسه في الملعب، مباراه الاتحاد مموت نفسه في الملعب الشوط الاولاني والشوط الثاني، ويجيب جون في الدقيقه 88. قريب عمرو مش بعيد عن المنتخب. انا شايف ان هو اصلا كان لازم يبقى له دور في البطوله دي، كان لازم. يعني الحقيقه يعني مؤدي ماتشات كويسه جدا معانا، والسنه اللي فاتت كمان يعني كويسة. وبعدين عنده رصيد مع المنتخب، يعني لعيب برده دولي. فموضوع ان هو انسجامه ودخوله جوه التيم كان يبقى اسهل من ناس كتير يعني. لكن انا بقول له اللي جاي، يعني اللي جاي ان شاء الله افضل بالنسبه له، وهي جايه مش بعيده يعني، خاصه ان هو بيشتغل وبيحاول ودايما بيجتهد انه يوصل لافضل حاجه يعني عنده. انا عايز بس ابدي اعجابي، ده حاجه بره السياق بس هي جوه السياق برضه، ابدي اعجابي بالزي الاولاني بتاعكو الابيض. الابيض وكل ده شياكه. مش عايز اقول لك كم الطلبات عليه عامله ازاي. والله العظيم انا اول ما شفته في اول مباراه ليك قدام فيوتشر، حتى انا اتكلمت هنا وكتبت حتى على تويتر رايق مين البرنس؟
اللي اختار الديزاين والشكل بتاعه؟ مستر عز ومستر جو، ذوقهم حلو قوي الاثنين قوي. في الـ طبعا الكابتن عاطف برضو التصميم اللبس نفسه كله من خلال مستر عز. مش شبه فرقه؟ لا لا لا، مش شبه فرقه خالص، حاجه كده يعني تشيل تخرج بيه. اخد مش عايز اقول لك كل ما حد شاكه، بقول لك والله فعلا كل كل ما حد يكلمني انا عايز الطقم ده، انا عايز الطقم ده. طب انا عايز الطقم ده يا كابتن مجدي. لا لا لا، انت تأمرني والله حبيبي يا كابتن مجدي. استاذك نروح لفصل وبعدين نرجع نكمل كلام. يلا بينا. فصل عملنا صفقه تيشيرتات خلاص. اتعشت كده تمام زي الفل. كابتن مجدي بقول له التيشيرتات وبتاع، فقال لي بس هي مشكله، بس ايه مستورده بتيجي من بره. طيب ماشي يا كابتن مجدي، رساله وصلت يا كابتن مجدي. خلاص قلت لك التيشيرت بتاعك خلاص، ما التيشيرت بتاعك لسه هناك. بس لازم اشوفك تتمرن بيه. طيب خليني اسالك بقى، ناوي تدعم في يناير ولا لا؟ يعني الحمد لله الامور ماشيه عندي مستقره بشكل كويس جدا. الفرقه كل يوم، انا من اول الموسم وانا متفق مع اللعيبه ان اي لعيب مش هيبقى له دور خلال الدور الاولاني، مش هيبقى له دور معايا في اخر السنه فعلا. يعني دور فني. ايوه الحمد لله، كل ما بحتاج حد من اللعيبه وكل ما باجي اتسند على حد من اللعيبه، اللعيب الحمد لله بتمرن كويس قوي. كل لعيب بيدخل جوه الفرقه بيأدي كانه معانا من اول مباراه او رجله في الملعب يعني، فدي حاجه الحمد لله مطمناني بشكل كبير جدا. تدعيمات ممكن تبقى في يعني في اضيق الحدود يعني. عاد محمد صبحي هتشتروه ولا هتفعلوه ولا هتعملوا ايه؟ طب ما تشغلش بالك انت خالص. جبنا محمد صبحي، اتفضل. كام انت عايز محمد صبحي؟ انا عايز كام ليه ازاي مش بتاعتي خالص. تتكلمش في عقود لعيبه خالص خالص. انا بقى يعني حتى لما كنت انا وجون قاعدين في المكتب، بيجي اللعيب سلم عليه بطمن ان الجثه حضرت، بمشي بس خلاص كده. السلام عليكم. دي بتاعه جون، دي اريح بكتير. ها جدا. انا انت شغلتي مدير فني في 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 انديه اخرى. لا لا، انديه تانية انت بتشتغل كل حاجه. هتاخد كام يا حبيبي؟ لا، وكل الحاجات بقى، وده بيدخلك برضو الحيطه الثانيه وتدخل. بس المدير الفني تظل هيبته افضل طالما هو بعيد عن الامور الماديه، هو فقط بيتكلم. مش الهيبه يا ابراهيم، هي الصح. صح. الصح كده يعني. لا يمكن هتلاقي مدير فني بره بيقعد مع لعيبه ويتفاوض معاه في عقده. ماله ماله، في حاجه اسمها مدير رياضي هو القائم. صح. خلي بالك برضو احنا لسه لحد الان، بس دي برضو موجوده عندنا في فاركو الحمد لله، يعني ان كل الصفقات اللي بتيجي مع الاداره ومع المدير الفني. في انديه المدير الفني هو اللي بيجيب كل، طب وجهه نظر المدير الفني غلط. يعني رؤيته للعيبه مش مناسبه للمكان. مش المدير الفني، النادي لبس غرق. فذلك بره تلاقي المدير الرياضي بيعرف احتياجات المدرب. وبيجيب من خلالها، بس بيعرض عليه الاسماء. ده اوكي ده اوكي ده اوكي، لازم يبقى فيه موافقه في الاول. تفرج سيديهات ولا بمتابعه كنت اللعيبه؟ لا، اللعيبه المصريه متابعه. لا متابعه، وعارف طبعا كل لعيب انا بتكلم عليه وبجيبه، عارف استفاد بيه ازاي يعني. لكن ما دون ذلك في يعني أجهزة تحليل وحاجات احنا بنتفرج عليها. مؤمن انت بموضوع محللين الاداء جدا؟ طبعا. اختلف التدريب جدا. الدوري المصري بقى فيه مدربين دماغ. لا يعني الدوري المصري بقى. الدوري نفسه، الدوري المصري نفسه انت شايف اختلاف كبير. مار. كل سنه بتروح لمكان ابعد. فبالتالي لازم المدرب يبقى مواكب ده. ايوه. واللعيب لازم يبقى مواكب ده، والاداره لازم تبقى مواكبه ده، كل لان المنظومه كلها بتتغير. فلازم كله اللي مش هيواكب التطور ده هيلاقي نفسه بيغرق. محلل الاداء ده عنصر مهم جدا جدا بالنسبه لاي تيم. معايا احمد سليمان في النادي، حاجه محترمه جدا. والحمد لله الجهاز بتاعي كله على اعلى مستوى، كل واحد له دور بيأديه. صاروخ، عمرو فهيم، عصام محمود، حيدر، دكتور، يعني كل واحد في مكانه بيأدي بشكل كويس جدا. واحنا انا ك ك ك يعني كمدير فني بقسم الشغل بتاعنا على القدر ان انا اقدر استفاد من كل واحد في الجهاز بشيء يعني. عظيم. خلينا نروح بقى مع حضرتك لمنتخبنا الوطني. اتفضل. شايف ازاي اداء المنتخب
في بطولة كأس العرب تحديدا، المباراة الفاصلة بتاعت كأس العالم، ودي من المباريات اللي هتحدد لك البلان اللي انت هتشتغل عليه الفترة الجاية. طريقة اللعب بتاعت كروش في ماتش السودان بالعناصر اللي اختارها كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ هو بيغير كل مباراة، لان هو برضو عايز يوصل زي ما اقول لك لافضل تشكيلة، وعايز يوصل لمين يبقى بديل مين في المباراة اللي جاية. فدي كل الفكر ده هو باصص للتجربه دي او للبطوله دي بشكل عام ان هو يستفيد بها بده. فتغيير الطريقه او تغيير الافراد بشوف ان هو عشان يقدر يوصل لاقصى استفاده من العناصر اللي هتدخل معاه في بعد البطوله. لو انت مكان الراجل في الماتش اللي جاي قدام الجزائر، هل هتفكر في ان انت تجري ورا فكره الصداره؟ عشان الصداره هتبعدك على الاقل عن منتخب المغرب وتوديك لمنتخب تاني من المنتخبات الثلاثه، ولا هيبقى الموضوع بالنسبه لك خاصه ان صعدت وتاهلت انا هقوم لاعب بقى المجموعه الثانيه اللي ما لعبتش الماتشات اللي فاتت وغير حراسه المرمى وكده؟ لو بتكلمني انا كمدرب، انا ليا فكر مختلف تماما عن فكر مستر كروش. فكره ايه؟ ان هو مستر كروش هو شايف البطوله دي ازاي، بيحضر للمباراه بيحضر للبطوله دي ان هو ياخد البطوله ولا ان هو يجهز تيم يقدر يستفيد. انت حاسس هو بيعمل ايه؟ انا حاسس ان هو بيجهز التيم لما بعد البطوله. لكن الجمهور العادي شايف البطوله ان هي لازم نكسب البطوله واحنا مرشح اول، وكل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده والكلام اللي هو واقع يعني. بس ساي انت لعيبه الجزائر احنا متساويين شبه في كل شيء، في كل حاجه، حتى اعتقد في الانذارات كمان اللي هو اللعب النظيف او في اللعب النظيف وفي فرق الاهداف احنا متساويين في كل حاجه. فالمباراه بالنسبه له هي بقى التحضير للسيمي فاينل زي ما بيقولوا. انت هتلاعب مين بقى، سواء المغرب سواء المجموعه الثانيه يعني، مش هتفرق لان في النهايه قلنا المجموعات الشباب كلها كده. في النهايه انت لو ريت برضو نفرج الناس على الاهداف بتاعت بقيه المجموعات الثانيه. انت لو عديت من الدور ده وسي مثلا صعدت الاول فقابلت تاني المجموعه الثانيه، ما انت لو كسبت برضو هتقابل اللي انت خايف منه في النهائي. بالظبط. فهي الفكره كلها في ان انت لازم تلعب على مكسب، ما فيش منه مفر. لازم تلعب على مكسب عشان على الاقل كمان تبقى نفسيا في الادوار اللي بعد كده تبقى راكب الفرقه اللي انت بتلعبها، خاصه لو الجزائر انت والجزائر كده كده صعدتوا للدور الثاني، لعبتوا في الفاينل، الموضوع برضو هيبقى بالنسبه لك انت عندك افضليه على الاقل حتى ولو نفسيه. هل الراجل اقنعنا بفكره 4-3-3؟ انا بشوفه بيأدوها بشكل كويس قوي، اللعيبه بتأديها بشكل كويس، مش احسن حاجه لكن من مباراه لمباراه اللعيبه بتحفظ وبتأدي. والخطوط إيه؟ والخطوط الناقص بس فكره التعاون ما بين الثالث بتاع نص الملعب مع الطرف اللي معاه مع الباكين، ازاي يقدروا يعملوا المثلث. المثلث اللي عمل الماتش اللي فات ده كويس. ما انا بقول لك يعني ايمن اشرف رامي شويه ناحيه الشمال، الماتش ده كان افضل حاجه افضل حاجه في التنفيذ، وانا بقول لك الايجابيات افضل في المباراه دي. لكن في مباراه لبنان انا ما كنتش عارف المنتخب بيلعب ايه. يعني فكره الجري من غير كوره والتحرك والسيستم بتاع لبنان كان مبوظ برضو الشكل بتاعنا شويه، لكن كان باين في مباراه السودان قبل الطرد وبعد الطرد التعاون ما بين الثلاثي بتاع نص الملعب والطرفين مع الباكين كانت واضحه بشكل كبير جدا. الزياده العدديه اللي بتتميز الطريقه دي وجود جوه ال 18 كانت موجوده في كل الاوقات في مباراه السودان. فلا يعني مباراه ايجابيه، وخاصه كمان بقى على قبل البطوله كان بيأدي سواء 4-3-3 او 4-1-4-1 اللي لعبها برده في مباراه، معرفش كانت مباراه تجريبيه او كانت مباراه في التصفيات، أداها بشكل كويس جدا. مش المشكله يا ابراهيم في ان انت الطريقه اللي بتأدي بيها ايه، مشكله في تحفيز اللعيبه ان هي تنفذ الكلام والتعليمات اللي بيقولها المدير الفني في الطريقه اللي هو اختارها. هي دي بس المشكله. المشكله في ايه؟ في ان انا احفظ اللعيبه واللعيبه تبقى قريبه من بعض وطريقه اللعب، عشان في المباريات الرسميه وفي المواقف اللي بتحصل صعبه كل الفرق اللي بتلعبك دلوقتي زي ما انت بتقول محللي الاداء بيبقوا مشرحين الفرقه الثانيه، طوروا خلاص طورت عارفين انت بتعمل ايه. فلازم في المواجهات دي او المواجهات الكبيره كمان لما يتقفل عليك في طريقه معينه لازم تقدر تطورها او تقدر تغير من طريقه اللعب بحيث ان انت تقدر تستفيد. تبقى شايف على الخط عطلان يعني. بالظبط. صحيح. دي المجموعه الثالثه اللي احنا المفروض هنقابل منها. المغرب في الصداره لحد دلوقتي معاه 6 نقاط. اللعيبه مش في انديه. هوب الكابتن مجدي على طول لو دبستني. لا والله بتفرج. اصحى على يغفلوا الناس. كابتن مجدي وش حمار. يا ابن الله. شفت ناصف الخيا
جابت لعيب من فلسطين. ماشي، لعيب واحد ولا اثنين؟ لا لا والله مش هقول لك حاجه، مش هتكلم معاك، مش هتكلم معاك تاني بخصمك يا ابراهيم. طيب خليني اسالك في اختيارات الراجل نفسه، ان هو يجيب حسين فيصل وهو مش يعني بتسال اي حد مش عارف حسين فيصل فين. دي حقيقة. وبعدين سيبك من مرموش، هو فاجئنا بيه كلنا يعني، واسامه فيصل ومره يضم كناريا ومره يجيب مهند لاشين ويضم ويلعب في المنتخب. طب ده مدلوله ايه؟ مدلوله حاجه واحده، راجل بيتفرج كويس، او معاه جهاز كمان، كابتن ضياء ومحمد شاوي وكابتن عصام شايفين كويس جدا ومتابعين كويس جدا، والناس دي شغاله بشكل يعني احترافي. يعني معلش، مين في مصر غير الناس المتابعه وغير الناس اللي عارفه مرموش؟ كان يعرف مرموش فين اصلا؟ صحيح. حسين واسامه يعني دول موهبتين كبار جدا في نادي الزمالك، من هم قد كده ومصر كلها بتتكلم عليهم. ايوه. مهند مصر كلها بتتكلم عليه من فتره كبيره جدا، من افضل الناس اللي ادت السنه اللي فاتت مع الجيش. شغل المدرب ده شغل المدرب ده، راجل كمان عارف هيعرف يوظف الناس ازاي، هيعرف يستفيد بيها ازاي. احمد رفعت انت اخر مره شفته في المنتخب امتى؟ من زمان، مع انه هو المفروض يبقى له دور، لعيب كبير والله. الموسم اللي فات والله كان هايل جدا جدا، ما حدش بص له حتى بنص بصه. ابراهيم من ساعه ما كان في ام بي احمد وهو بيأدي بشكل يعني في اوقات كان مستواه بيحصل فيه، بس والله انا مبسوط لاحمد جدا. جدا، لكن من المفترض ان هو يبقى له دور بالمنتخب من فترات كبيره، من فترات كبيره، على الاقل من سنتين ثلاثه يبقى له دور، يعني بيروح المنتخب، من الناس اللي هي بتروح المنتخب وتستدعى، يعني له رجلين جوه بالظبط، بيروح ويجي يعني. صحيح. لسه احنا مستمرين مع حضراتكم، مستمرين مع كابتن مجدي عبد العاطي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلام. وصلنا مع حضراتكم للفقرة الأخيرة، فقرة السبورة، مع كابتن مجدي عبد العاطي. جاهز يا كابتن؟ اتفضل. يلا بينا. بعد اللي حصل منك ده مش جاهز قوي. خاصمني ها؟ خلاص مش هتكلم معاك لحد آخر الحلقة. اتفقنا مع صبحي على تفعيل بند شرائه نهائيا من الزمالك، نعم أم لا؟ والله ما حقيقي فكرة العقل ما تعرفش. نعم. ماشي. اللي بعده. حاولت ضم حسين فيصل وأسامة فيصل لأسوان ولكن الزمالك رفض. ده حقيقة. نعم. نعم؟ نعم. الزمالك رفض، بس حسين دلوقتي مش ببلاش. أنا مع إن أنا كنت أخدهم إعارة بنية البيع برضو، مش نية البيع، كانت إعارة، بس أنا فعلا كنت محتاجهم، والوكيل بتاعهم كنت اعرفه معرفه شخصيه، والولاد دي كانت منوره بشكل غير طبيعي في الناشئين. فاتكلمت احمد مرتضى صاحبي جدا يعني، فاتكلمت معاه فقال لي بص هديك اي ناشئ في النادي شاور علي، انا عايز اساعدك، بس الا الاثنين دول. ياه. والله الحقيقه دي شهاده حق دي. والله كنت متوقع لسيف تيري مهاجم السودان ان ينافس على لقب هداف الدوري. نعم، بس طبعا الاصابه يعني ربنا يشفيه. هيرجع امتى ان شاء الله؟ عمل عمليه امبارح. عمل عمليه. عملها في مصر ولا بره؟ لا عملها هنا في مصر. عملها في مصر. قطع في رباط الصليب اهي. سيف اضافه كبيره جدا جدا لينا، لكن ظروف الثلاث ماتشات الاولانيين كان بيأدي بشكل كويس جدا، لكن ما كانش فيه توفيق للفرقه بشكل عام. الاصابه مع المنتخب يعني زعلت جدا جدا عليها، لكن ان شاء الله باذن الله يرجع، والسنه الجايه يبقى مكسر الدنيا معانا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اللي بعده. اتفقنا على ضم احمد سمير من طلائع الجيش في يناير الجاي؟ لا لا لا. فشل مفاوضات الاهلي مع احمد شريف، سهلت تعاقدنا معاه في فرقه. مش فشل مفاوضات الاهلي، هو احنا يعني حقيقه يعني احنا دخلنا في الوقت المناسب جدا. الوقت المناسب. المفاوضات مع النادي الاهلي والدجله وقفت لحظة الحقيقة. دخلت انت جون دخل خلص القصة. نرغب في ضم محمد محمود من الاهلي في يناير القادم. يعني في كلام ان احنا في كلام. لعيب مميز محمد جدا. عايز ايه؟ عايز مشاركة بس هو، ولا عايز شغل بلدي؟ عايز لعب. عايز لعب.
بتشوفه يعني افضل مكان لتوظيفه فين في الملعب؟ بشوفه يعني خلي بالك محمد لو رجع وادى سواء مع النادي الاهلي سواء مع اي نادي هيبقى اضافه كبيره جدا للمنتخب، خاصه في طريقه مستر كروش لانه من افضل الناس اللي يلعب لك 4 3 3 الثمانيه بتاع نص الملعب سواء من هنا ومن هنا يديها لك بشكل رائع. لا انت مقتنع بيه قوي جدا. اللي بعده طريقه 3 4 3 التي يطبقها موسيماني مع الاهلي لا تناسب الدوري المصري ليه؟ لا ما عارف هو السؤال كده. لا 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 طبعا لا تناسب طبعا. ماشي سماني مدرب بمواصفات عالميه وانجازاته مع الاهلي خير دليل؟ مدرب كويس جدا طبعا وعامل اضافه للنادي الاهلي وخير دليل البطولات طبعا اللي اخذها. انت بتحاسب المدرب على ايه او بتقيم المدرب على ايه؟ بطولات. بطولات والراجل ده جاب بطولات وعمل اداء. في مش كل مدرب بيمشي على وتيره واحده. في تحقيق بطولات وفي خاصه مع الانديه الكبيره اللي هي مؤهله لده. والاداء بيأدي مباريات كتير كويسه في مباريات بتقع منه ده وارد جدا. اللي بعده كارتيرون مدرب ذكي جدا وبيعرف يجيب بطولات. نعم ام لا؟ نعم. محمد شريف مظلوم في طريقه كيروش بسبب مشاركته في مركز الجناح؟ نعم. نعم. مواجهه الجزائر اللي جايه هي الحكم الحقيقي على كيروش. مش هنقول الحكم حقيقي، هي يعني زي ما قلت لك هي مقياس للاحتكاك. تعرف مقياس للي جاي وتعرف تقيم اللعيبه اللي عندك وتعرف الاضافات اللي هتبقى معاك، لكن مش حكم يعني. مش حكم. لا اذا استطعنا البقاء في الدوري هذا الموسم سيكون انجازا كبيرا. يعني انجاز فرقه كل الفرقه بتبقى صاعده للدوري الممتاز الجديد بتبقى بالنسبه لها البقاء انجاز. احنا ان شاء الله باذن الله نبقى ونبقى بشكل كويس، لكن الانجاز ان احنا نروح لابعد من كده ان شاء الله ده الانجاز. اللي بعده الاختيارات افضل اداء قدمه منتخب مصر مع كيروش امام ليبيا 3-0 امام السودان 5-0 امام ليبيا المباراه اللي هناك. اللي بعده لاعب استحق ان يكون اساسيا مع المنتخب احمد رفعت حسين فيصل عمر كمال. مش عايز اقول اساسيا يعني الموضوع مش بتقاس كده يعني، لكن لعيب كان المفروض يبقى له دور في المنتخب في الفتره اللي فاتت احمد رفعت. احمد رفعت. افضل من يقود هجوم المنتخب في كاس الامم محمد شريف مروان حمدي مصطفى محمد. مصطفى. اتمنى مصطفى بس فوق نفسه كده ويرجع للفورمه بتاعته الجامده. اقوى منتخب في كاس العرب لحد دلوقتي مغرب جزائر مصر. ثلاثة ولا رقم ثلاثة؟ الثلاثة كويسين. الثلاثة. طب رتبهم لي من حيث القوة. بشوف والله والثلاثة قريبين جدا من بعض يعني مش عايز اقول طبعا مصر بحكم ان الواحد شايف وعارف اللعيبة، لكن المغرب عجباني جدا والجزائر عجباني جدا ومصر طبعا بالنسبة لي يعني شايفها ان شاء الله باذن الله تقدر تحقق. يبقى الثلاثة. ماشي. اللي بعده منتخب لا تتمنى مواجهته في المباراة الفاصلة في تصفيات السنغال الجزائر المغرب. المفروض ان احنا يعني اي فرقه اي فرقه بالنسبه لنا الموضوع مش بس انا اتمنى ان احنا نقابل الجزائر. تتمنى ان احنا نقابل الجزائر؟ هو انا بحب الروح دي بقى. لا مش موضوع روح، انا ما صعدتش كاس عالم على ايدك. انت مش تصعد كاس عالم على ايدي واصعد على حسابك. حلو يعني شوف الكلمتين دول بقى بالحلقه كلهم والله ده يعني تحدي كده يعني تحدي. بالنسبه للجيل احنا كنا بنفتخر بيه كلنا وحقق كل حاجه في الكوره وما قدرش يوصلنا كاس عالم. تحدي بالنسبه للجيل ده اللي هو عمل برضو حاجات كويسه جدا ووصلنا كاس عالم، بس بقى التحدي من نوع خاص. والله الكلمتين دولت لو اتقالوا كل يوم للعيبه بتاعت المنتخب يجيبوا الخلاصه. انا بحيك عليهم والله يا انت ما خليتنيش اصعد على ايدك وانا كمان مش هخليك تصعد على ايدي. انا هصعد على ايدك. هصعد على ايدك بقى المره دي. اللي بعده اصعب صفقه تعاقدنا معاها محمد صبحي عزمي غومه ولا محمود حماده؟
الأصعب. الأصعب أعتقد كانت عزم. عزم. اللي بعده. صفقة يحتاجها فاركو في الميركاتو، راس حربة، جناح أيسر، صانع ألعاب. جناح. جناح. اللي بعده. أقوى قائمة في الدوري، الأهلي، الزمالك، بيراميدز. بشوف الأهلي وبيراميدز. الأهلي وبيراميدز. طبعا ظروف نادي الزمالك وعدم القيد والاستغناءات اللي حصلت بالتأكيد أثرت، لكن برضو السكواد بتاعه كويس، بس الصفقات اللي حصلت والتدعيمات اللي كانت من السنة اللي فاتت وأضاف عليها السنة دي، الأهلي وبيراميدز. اللي بعده. آخر سؤال، فترة التوقف الحالية ستؤثر سلبان على أندية الدوري، إيجابيا ولا مفيدة فقط ولبعض الأندية؟ وبص، اي فتره توقف بالتاكيد فيها سلبيات، لكن المدرب اللي يقدر بقى يعالج فيها الاخطاء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، صحيح، ويقدر يوقف الفرقه بتاعته على رجلها ان هي تبدا من حيث ما انتهت، يعني اذا كانت ماشيه كويس، اذا كانت ماشيه وحش، يقدر يوقفها على رجلها ويعدل مسارها، فهي ايجابيه في بعض الاحيان وسلبيه في بعض الاحيان على بعض الانديه، لكن في الاول وفي الاخر هي ليها اثار سلبيه. كابتن مجدي تحك، شرفتنا ونورتنا. والله وانا حقيقي ببقى سعيد جدا وانا معاك. انا اللي ببقى مبسوط من يعني من اول ما ظهرت انت على الشاشه، والواحد بيبقى مبسوط جدا انما بيظهر معاك، لان انت من الشخصيات المحترمه جدا ومن الشخصيات اللي بتقدم حقيقي اعلام رياضي هادف، والجيل كمان والفكر انا ببقى مبسوط بيك جدا والله الحقيقه. ربنا يبارك لي فيك يا رب يا كابتن مجدي. مبروك الجائزه صحيح امبارح، يعني حاجه مشرفه. تسلم يا رب، تستاهل كل خير والله. ده شعور متبادل. ربنا يا رب يكرمك ويوفقك، وان شاء الله باذن الله مكسر الدنيا مع بعض. ربنا يخليك يا متشكر. تيشيرت تجيبه من ايطاليا، تجيبه من اسبانيا، تجيبه من اللي تجيبه ولا ماليش دعوه. اتفقنا؟ بس هيتاخر شويه عشان برضه شويه اللي حصل. لا عشان اللي حصل ده. لا لا طب خلاص هقصها لك في المونتاج. خلاص مش هتنزل. لا خلاص. حبيبي يا كابتن مجدي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضرتكم، شكرا جزيلا، بشكر في عمل بالكامل، نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على خير، سلام عليكم.